التاريخية التي نؤسس لها جميعا ونبصمها جميعا. أرحب بأستاذي الفاضل يونس السراجي، وأرحب بأستاذ إسماعيل مولاي حفيظ، وكذلك بباقي زملائي في العمل سي صديق العالمي وبدر. إذن أستاذ، بغينا نبداو في نبداو لي يعني باش نكملوا هاد المساحة الزمنية اللي بقى لنا عن هيئة الدفاع، فأعطي الكلمة للسيد صديق العالمي. إذن مرحبا بكم جميعا مستمعينا على الأثير، وكذلك جميع الحضور الكرام في هذا الحفل البهيج، حفل الاحتفاء كما أشرنا سابقا بشخصية سنة 2018، شخصيات تميزت كل من موقعها. كما أشرنا سابقا وأشار السيد المدير العام السي ميلود الخضر، نعطي تقديم عام على هيئة الدفاع كما تسمى، ولا هيئة المحامين بصفة عامة. كما تعلمون عرف المغرب نظام المحاماة بشكله الحالي سنة 1994 بعد صدور ظهير العاشر من يناير السنة ذاتها، اللي نظم مزاولة مهنة المحاماة وهيئة المحامين كذلك، وتأسست بذلك أول نقابة للمحامين بالرباط سنة 1926. المحاماة لعبت دور كبير في الأزمنة والعصور، دور طلائعي في العمل كذلك على تكريس المحاكمة العادلة اللي كانت ولا تزال وستبقى رسالة إنسانية اجتماعية خالدة أكثر من كونها مهنة كباقي المهن. وجود المحاماة في المغرب هو وجود أو كغيره من الدول يعتبر من الضمانات الأساسية للدفاع عن الحقوق والحريات الإنسانية، وكذا العمل على إحقاق الحق والعدالة وتمكين ذوي الحقوق اللي هم عامة المواطنين من حقوقهم، وذلك عبر مساعدة القضاء اللي هو جزء أساسي من منظومة العدل في المغرب. كما أشرت إذن مساعدة القضائية على تحقيق هذا المبتغى النبيل، ومن ثم هناك أيضا تحقيق هذا المبتغى العمل جنب إلى جنب مع تكريس دولة الحق والقانون اللي أشار لها دائما صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نظام المحاماة وجد أيضا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية في تناغم بين التغيرات المهنية والمجتمعية وضمان استمرارية على مستوى ميثاق إصلاح منظومة العدالة. احتلت مهنة المحاماة كما يعلم السادة المحامون، احتلت هذه المنظومة كغيرها من أطراف العملية القضائية حيزا مهما باعتبارها مهنة تتركز على أساسا على الفكر والمعرفة، وأيضا أداة دائمة هي الحوار والمناقشة لإقناع والاقتناء. أيضا قبل ما نمر للشخصية المحتفى بها اللي ارتأت اللجنة اللي سهرت على هذا الحفل هذا أنها تكرمها في هذا الحفل البهيج، نمر للأستاذ يونس السراجي الأستاذ المحامي والحقوقي اللي يتكلم لنا على هيئة الدفاع والنظام العام ديال المحاماة في المغرب، فليتفضل مشكورا الأستاذ يونس السراجي الحقوقي والمحامي. قبل ما نعطي الكلمة أستاذ السراج وأستاذ من السادة يحاولوا يتبعوا معنا لأنه هذا بث مباشر التزام الصوت داخل القاعة، هذا غادي يعطي واحد الصوت المباشر غادي يكون أفضل. تفضل أستاذ. تحية طيبة للحضور الكريم، السادة الرؤساء، رؤساء المحاكم ووكلاء الملك، السادة النقباء، السادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بإمكناس، السيد والي الأمن، السيد الوزير سابقا سي حميش، تحية للحضور برمته، إذاعة مدينة اف ام طاقم برمته كذلك، تحية للحضور الكريم. إنه فعلا لمن دواعي الفرح أن أحضر هذا الاحتفاء، هذا الاحتفاء الذي جاء نتيجة أو ثمرة مجهودات متعددة كل من موقعه، مجهودة اللجنة التحضيرية، مجهودة السيد المدير العام، مجهودة الطاقم برمته في نسخته الثالثة. أردت أن أشير إلى هذا لأقول بأنه أردنا بهذا الاحتفاء منذ التأسيس للنسخة الأولى، نحن الآن بصدد النسخة الثالثة، أردنا به أن نؤسس للتلاقي
وليس للقاء ما، لتلاقي الدفاع، هيئة الدفاع، لتلاقي القضاء، لتلاقي كذلك الفن، لتلاقي نستحضر من خلاله أننا بصدد تفاعل، أننا بصدد تكامل، أننا بصدد يعني تعاطي في أفق بطبيعة الحال كل من موقعه في أفق ذلكم النصر الذي من خلاله نصل إلى كل يؤدي أدواره. اعتبرت أنه من خلال اللجنة أن المنطقة في بخصوص هيئة الدفاع وبمعية الأستاذ الزميل الأستاذ الباز والأستاذ الزميل الملحفظ وبعض أو ثلة من نقبائنا وأساتذتنا الكرام، أننا ننتقي شخصية بتراكم كبير حقيقة، والكلمة لا تسعف في أن نفيه حقه لتراكمه ولاشتغاله في البعد الحقوقي والبعد كذلك المهني إلى غير ذلك. اعتبرنا بأن الأستاذ نقيبنا ورئيس هيئة المحامين، رئيس نقيب سابق ورئيس جمعية هيئة المحامين، اعتبرنا بأنه فعلا نبراسا لأنه المحامي الذي دفع عن الحق ونصرته، اعتبرنا بأنه نبراسا فعلا لأنه المحامي الذي سلك مسار الرفعة في التقاضي، اعتبرنا كذلك لأنه نبراسا لأنه حلق في سماء الحق والعروبة وحمل في رضحاتيه كفتي الميزان، اعتبرنا أنه كذلك الشخصية التي أدت الرسالة على وجهه الأكمل، ليس من باب الوكالة فقط ولكن من باب الرسالة في بعدها الحقوقي، في بعدها من الزاوية العدالة إلى غير ذلك. دعني سيدي النقيب، دعني أستحضر قول لأحد الملوك في عهد الرومان، لا أستحضر الاسم بالذات، ولكن هذه القولة قال أنه سوى بين الجندي والمحامي، سوى بين الجندي والمحامي، وعندما سألوه لماذا سويت بين الجندي والمحامي قال لأن الجندي يدافع عن الإنسان ويدافع عن الوطن، والمحامي كذلك يدافع عن الإنسان ويدافع عن الوطن. وقد وبذات الآن أستحضر قبل الرومان، اليونان كانوا أو اليونانيون كانوا يعتبرون بأن جلوس المحامي في شرطه، في شرط جلوسه يتعين أن نرش بهذا التحديد أن نرش ماء طهورا في مقام جلوسه. لماذا؟ كانوا يعتبرون بأن المهنة مهنة طهارة ومهنة شرف في الممارسة وفي الاشتغال بنبلها باستقلاليتها وبإخلاصها يعني رفعتها، اعتبروا بأنه كل ما تعلق الأمر بجلوس المحامي تعين رش المقام بماء طهور لطهارة عمل أو اشتغال هذه الشخصية في إطار هذه المهنة. ووددت لو كان بإمكاني أن أرش هذا المقام الآن الأستاذ الجليل، وددت لو كان بإمكاني أن أرش هذا المقام انعكاسا أو لهذا الترتيب ولا لهذا الاستحضار، ولكن أعتقد بأن هذا الاحتضان أكبر من هذا الاستحضار. هذا الاحتضان، احتضان إذاعة مدينة FM أكبر، وهو يعبر بما لا يدع مجالا لأدنى ارتياب على أنه فعلا تستحقون هذه المكانة وهذا الموقف.
شكرا استاذ يونس السراجي، كنعتذر على المقاطعه. نذكر المستمعين انه نحن على الهواء مباشره، ونظرا لضيق الوقت فقط لان عندنا مجموعه ديال الفئات الاخرى اللي محتفى فيها او بها في حفل اليوم. نمروا استاذ معك استاذ يونس السراجي للاعلان عن اسم المحتفى به ولا الشخصيه المحتفى بها اللي غادي تكون فئه هيئه الدفاع. تماما استاذ، مر لك الكلمه باش ان شاء الله نعلنوا على الشخصيه اللي غادي تكون عن هيئه الدفاع. تفضل استاذ يونس. حك الاستاذ يوسف، شكرا للحضور السيد النقيب، وحنا كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم رغم انه كان هناك اكراه زمني، ولكن الحمد لله اللي وصلتوا على خير. اذا كانت من المقرر اعتقد استاذي الفاضل كلمه ديال السيد النقيب اللي غادي نسمعوها منه، فاش كتفضلوا نسمعوا منه الكلمه ديال السيد النقيب ولا حتى نعلنوا على الفائز. داكور، اذا الان نستمع واياكم اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات كلمه للسيد النقيب، ونعطي للاستاذ الفاضل للتقديم الصحيح الاسم كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا اشرف المرسلين. الحضور الكريم كل باسمه وصفته. اولا الشكر، كل الشكر في البدايه لاذاعه ميديا اف ام، هذا المعلمه اللي ضافت المعالم التاريخيه ديال مدينه مكناس، واللي كنغتنم هذه الفرصه باش نشكرها على ما تبذله من مجهودات حثيثة ومتواصلة في سبيل إحقاق الإشعاع المطلوب. كنشكرها على هذه البادية، لأنه من خلال هذه البادرة وهذه السنة الحامدة اللي كتنهجها سنويا، إنما تكرس لثقافة كونية، ثقافة الاعتراف بالآخر، ثقافة الاعتراف بالآخر بكل معانيها ورمزيتها الإنسانية. وهذا هو المهم، حيث أنه وهذه ديما أنا كنقولها ودي بأنه ما حدنا في دار الدنيا نعترف ببعضياتنا، ومن خلال الاعتراف بالآخر كان نكرسوا هذه الثقافة الكونية في جانبها الإيجابي اللي هو طاقة محفزة لكل الكفاءات اللي هي في بلادنا نساء ورجالا، أعطوا الشيء الكثير لهذا الوطن العزيز. والأكيد أنه من خلال هذا الشكل ديال المبادرات كنخليو المغاربة أنهم يحسوا بالاطمئنان على أن لغة التواصل فيما بينهم في شكلها الإنساني لا زالت حاضرة في بعدها الكوني، وهذا المهم. مرة أخرى الحضور الكريم، شكرا على الحضور، شكرا على هاد الأجواء الحميمية اللي نتمناها أنها تكرر كلما سنحت الفرصة بذلك. شكرا مرة أخرى. شكرا السيد النقيب، وأذكر بأنه السيد الأستاذ البقالي سيدي محمد نقيب هيئة المحامين بهيئة مكناس، كل الشرف لنا باش حضر معنا في هذا التتويج بالاحتفاء بهذه الشخصيات الأمنية والقضائية وهيئة الدفاع، وكذلك
الحقوقية. أنا فقط أريد أن أضيف أستاذي الفاضل على ما تفضلتم به من طاقة محفزة، وأنا أتفق معكم لنكرس جميعا هذه الثقافة الكونية. وكما قالوا بعض الخبراء أو علماء الاجتماع الذين يشتغلون على سوسيولوجيات وسيكولوجيات المجتمعات العالمية، فهم يكرسون على ثلاثة ديال النقطات يهتمون. R E يعني ركور، ركور بمعنى تعني أنه لا ركونيسانس الاعتراف، سي أو سي لا كونسيديراسيون، إي إر أو سي رميرسيومون الشكر. هادو ثلاثة ديال الاعتراف والشكر والتقدير ما أحوجنا إلى ناس يكونوا دي فيديراتور اللي غادي يجمعوا هاد الناس حول هاد الكلمة الثلاث. أنا أؤكد لك سيد النقيب أنه المغاربة نقدروا بإذن الله نحققوا المعجزات لو يعني هذا الالتحام ديالنا وهذا النموذج المغربي. نحن دائما على هذا التطور سائرون. وشكرا على الكلمات الحقيقة الرقيقة اللي قلتها في حق إذاعة مدينة فهم. أعطي الكلمة للسيد أعتقد صديق العلني. نعم، إذا الإعلان فقط قبل توقفنا مع الأستاذ النقيب، كنرحبوا به مجددا للتحق بنا لطاولة الحوار، وكنرحبوا به كذلك على الأثير إذاعة مدينة فهم. نمر الآن الأستاذ الأستاذ يونس السراجي كماشط الحقوقي والمحامي اللي غادي يعلن على الاسم ديال الفائز عن او الشخصية المحتفى بها عن هيئة الدفاع. أستاذ يونس تفضل. أحيل بدوري لحضور السيد النقيب، أحيل على أن يتولى الإعلان على الشخصية المحتفى بها في هيئة الدفاع. شكرا مرة أخرى. الاختيار أقول بأنه كان موفقا بكل المقاييس، فالأمر يتعلق ب واحد من رموز ورجالات مهنة المحاماة الذين أعطوا الشيء الكثير الذي سوف يكتب وبمداد من ذهب في تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني، بل وتجاوزه بكثير إلى المستوى الدولي. إنه الأستاذ المفخرة الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب السابق لهيئة الرباط، الأستاذ الفاضل أستاذ القاضي والمستشار والأستاذ عبد الرحمن السباعي من مواليد 21 يناير 1971 بمدينة القاضي والمستشار والأستاذ عبد الرحمن السباعي من مواليد 21 يناير 1971 كل الإجلال. القاضي والمستشار والأستاذ عبد الرحمن السباعي من مواليد 21 يناير 1900 كريمي الأستاذ النقيب محمد أقديم، فإننا نعتبر داخل الجسم المهني للمحامين بالمغرب على أن التكريم وقع وحصل فعلا لمهنة المحاماة بالمغرب برمتها. أنا شخصيا أستاذ نقيب محمد أقديم وعبر محطات مختلفة اقتربت منه ببويصلات ومسافات تعد بالمليمتر. وجدت فيه أولا الإنسان الخلوق، الإنسان الذي تفانى وبكل إخلاص في حب وطنه، تفانى وبكل إخلاص
في أدائي وتبليغي رسالة هي من أنبل الرسائل، رسالة مهنة المحاماة، فله منا الشكر الجزيل على كل ما قدمه من عطاء في هذا الباب. والأكيد أن المعلمة مدينة إف إم باختيارها لشخصكم قد أحسنت الاختيار، فعلا أحسنت الاختيار. شكرا. شكرا لك الأستاذ نقيب البقالي، هنيئا لكم أستاذ أقليم، هنيئا لنا بكم. نمروا باش نسمعوا كذلك السيرة الذاتية للأستاذ محمد أقليم المحتفى فيه والمحتفى فيه في حفلة اليوم. الأستاذ النقيب محمد أقديم من مواليد 1956، متزوج وأب لثلاثة أبناء، حصل على شهادة البكالوريا سنة 1975، وبعدها بأربع سنوات حصل على شهادة الإجازة في الحقوق سنة 1979. دخل الخدمة المدنية بعمالة الرباط وسلا بالمصلحة الاقتصادية سنة 1981، وأدى اليمين القانونية لممارسة التمرين سنة 1982. بعدها بسنتين حصل على شهادة الأهلية، شغل منصب كاتب عام اتحاد المحامين الشباب سنة 1990 و91، وابتداء من التسعينيات انتخب لعضوية مجلس الهيئة عن سنوات 1991 إلى 2002. بعدها تم انتخابه كنقيب لهيئة المحامين بالرباط لسنوات 2003 إلى 2005، وللمرة الثانية انتخب نقيب عن سنوات 2009 إلى 2011. كما قدم خدمة أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط بشعبة المهن القضائية والقانونية في سنة 2015 إلى 2017، تم انتخابه لعضوية المجلس مجددا. انتخب أيضا رئيسا جمعية هيئات المحامين بالمغرب للفترة ما بين 2015-16 و2017. يعد النقيب محمد أقديم حاليا بحث نهاية الدراسة تحت عنوان اختصاصات النقيب، كما له كتابات على مستوى مجالات الهيئة. يشهد للنقيب محمد أقديم بالحنكة والكفاءة المهنية العالية، بصم على مشوار متميز مليء بالإنجازات والعطاءات. إذن هنيئا لكم أستاذ محمد أقديم، أستاذنا الفاضل، وكنشكرك على الحضور ديالك معنا وتشريفنا في حفلة اليوم. نعطيو كلمة أستاذ أقديم، ما بقتوش حقك، تفضل لكم الكلمة. مساء الخير. فعلا يمكن أن أعبر عن تفاجئي بشكل كبير، أولا لوزن الشخصيات الحاضرة، وكذلك لتعبير نقيب شخصيا عن حضوره، وهذا يعبر عن تقاليدنا وأعرافنا المهنية التي نحافظ عليها ونعمل ما أمكن على أن لا نخرقها. كذلك تحية السيد المدير العام والطاقم الإذاعة. أنا لم أحضر إلا مرتين لهذا لديكم هنا بمكناس في موضوعين، ولكن أحيي كذلك الطاقم بما فيه من محامين وأطر. لماذا؟ لأن هذا التكريم كما قلت لم أكن أنتظر أن يكون بهذا الشكل، قلت سأتي لأتلقى رمز معين كما جرت العادة وسأذهب إلى حالي، ولكن أقول بأنه فعلا حفل بهيج، أشركتم في كل فعاليات الممكن أن تكون معنا، وهذا تعبير على أنكم إذاعة ملتزمة صادقة تعمل ما أمكن على أن توصل للمواطن كل انشغالات وأن تعالج كل المواضيع. فأحييكم وأقدركم وأقول لكم المزيد من الاستمرار والمزيد من العمل، أنكم الآن في السنة السابعة أو الثامنة، التاسعة، فليست في الجائزة ليست بالمدة الكبيرة، بمعنى أن لكم فترات ستكونون إن شاء الله واعدين، ستقدمون الشيء الكثير. أحييكم
أبلغكم تحيات وإن كنت لم أكلف بأن أقوم بهذا، ولكن يمكن أن أخذ دور رئيس جمعية هيئة المحامين وأعبر عن تحيات كل المحامين المغاربة ونقيب الهيئة، نقيب هيئة المحامين بمكناس عبر عن ذلك وشكركم. نحن نريد أن يكون الإعلام سلطة رابعة بالمعنى الحقيقي للكلمة. هناك سلطة تنفيذية تشريعية قضائية، نريد أن يكون الإعلام سلطة رابعة يقوم بملء كل الفراغات التي تتركها هذه السلطات الثلاث، لأننا نريد لبلدنا، نبتغي أن نصل إلى دولة للحق والقانون بأسمى معانيها، أن يكون للإعلام دور كبير، وأظن أنكم تسيرون في المسار الصحيح. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا على دعوتكم وتكريمكم. شكرا سيد النقيب، وأنادي على السيد والي الأمن مدينة مكناس السيد طرشوري اللي غادي يشرفنا بتسليم ديال الجائزة ديال السيد سي عبد الصادق الطرشوري اللي غادي يسلم الجائزة للسيد النقيب. يتفضل المشكور. إذن دائما نحن نحتفي بهذه الشخصيات التي دأبت إذاعة ميدينا إف إم رفقة نادي القضاة، وكذلك الودادية الحسنية للقضاة، وكذلك الدفاع، وكذلك بعض الأشخاص الممثلين من حقوقيون اللي كيسهروا على مثل هذه التكريمات. فهنيئا مرة أخرى للأستاذ الفاضل.